لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعوي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. نتحدث في البداية عن تصريحات لنواب في البرلمان عن ظاهرة انتشار السلاح والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار في البصرة. برأيكم لماذا تسمح السلطات الأمنية بانتشار هذه الظاهرة بالتزامن مع تواصل التظاهرات؟ يعني هو منذ البداية غياب المشروع الوطني والجيش النظامي والقوى الأمنية الاحترافية هو السبب في انتشار الأسلحة بيد المجتمع العراقي، سواء على العشائر أم إلى الميليشيات أم إلى الأشخاص. هذا سببه غياب القوى الأمنية المحترفة، غياب الجيش الوطني، غياب المؤسسة الأمنية المركزية ذات القرار السيادي. هذا واحدة من الأسباب. ثم لا ننسى أنه هي ليست عصابات كما يتصورها البعض، هي جزء من منظومة الدولة وهي جزء من منظومة الحكومية. البعض يتصورها عصابة أو البعض يتصورها يعني مجموعة خارجين، مجموعة وهم خارجين عن القانون. هؤلاء اليوم لهم شرعنة ولهم قوة سياسية نافذة في الدولة العراقية تحمي هؤلاء، فهي جريمة أكبر من أن تكون جريمة حتى منظمة. نعم، الحديث عن الجريمة المنظمة، مصادر حكومية كشفت عن عثورها على قوائم اغتيال بأسماء ناشطين في التظاهرات لدى إحدى الفصائل المسلحة. إلى أي مدى يكشف هذا الشيء أن التظاهرات باتت تهدد هذه الأحزاب وقادة الميليشيات؟ يعني هذا الحالة اللي ما وصل إليه المتظاهرين في البصرة، أنه إلى حد الاستهداف وحد القتل، واليوم أغلب آلاف الأسر هاجرت من البصرة إلى أقليم كردستان نتيجة الاستهداف والاغتيال مع غياب القانون، مع غياب المحاسبة. يعني أعتقد أنه الدولة تتحمل مسؤولياتها إن لم تكن ضالعة في هذا الاستهداف وفي هذا الاغتيال للمواطن الذي يطالب بحقوقه وهو أعزل، لا يملك أي شيء من القوة ولا يملك ولا حتى سكين يملك معه، مجرد طلب بحقوقه يقومون باستهدافه واغتياله. واليوم المدينة البصرة يراد إفراغها من سكانها الأصليين، والهجرة معلومة أصبحت لدى الجميع إلى إقليم كردستان وإلى خارج العراق. أعتقد هذه كارثة على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها اتجاه هذه العصابات وهذه الميليشيات بالأحرى، وليس العصابات، لأنه مدينة البصرة تعتبر ثالث أكبر مدينة ومن أهم المدن العراقية من حيث الموارد النفطية والبتروكيماوية، وموقعها جيوستراتيجي، يعني تحد ثلاثة دول. لأول مرة مدينة مثل مدينة البصرة تحاددها ثلاثة دول، وهي جاهزة لأن تكون إقليما، بل جاهزة أن تكون دولة بذاتها. ثم يستخدم هذا الأسلوب مع سكانها، أعتقد الخاسر الأكبر هو العراق، وتتحمل مسؤولية الحكومة العراقية. نعم، مجلس البصرة يقول أن مشكلة تلوث المياه لم تحل بعد، ومشكلة مياه الشرب لم تحل بعد أيضا. بالمقابل يطالب هؤلاء المسؤولين في الحكومة، يطالبون الشباب المتظاهر بالتوقف عن التظاهر. كيف تقرؤون هذا التناقض؟ فعلا لن تحل ولن تحل. السبب لماذا؟ أولا على المستوى الخارجي أن هناك إيران وهي مسؤولة على ما يجري من تلوث في مياه البصرة، وهي لها نفوذ كبير في العراق. هذا أولا. ثانيا قضية الفساد، من اليوم الفساد الكبير في المجتمع العراقي، لا يمكن بأن يقومون بمشروع تحلية المياه أو مشروع كبير لأنه يوفر المياه إلى منازل المواطنين. فإذا كانت هناك إذا كان هناك فساد على المستوى الحكومي وهناك جارة اسمها إيران مسؤولة عن تلوث المياه، طبعا بالتأكيد لم يحصل هناك أي مشروع لتحلية المياه. أما عدم ظهور خروج المتظاهرين، أعتقد المتظاهرين شجعان وخرجوا، ولكن قضية تصل إلى الاستهداف والقتل هذه قضية سابقة. ولكن غياب المنظمات الدولية وغياب المجتمع الدولي والنظام الدولي عن المحاسبة لهذه الأنظمة القمعية هو الذي جعلها تتغول وجعلها يعني تستفرد بمواطنيها وتقتل، سواء كانت على الهوية أو على كل من يخالفها. وهذا حال ليس في العراق بل بقية الدول العربية، ومعلوم ذلك لديكم. ما توقعاتكم للحكومة المقبلة وما ستفعله إزاء هذه التظاهرات وهذه المشاكل التي تعيشها البصرة وغيرها من المحافظات؟
يعني اولا الحكومه العراقيه في وضع لا تحسد عليه، هي لم تاتي بجديد وهي ليست بجديده، جميع الذين سيكونون في الحكومه هم جزء من مرحله 2003 الى الان، لم ياتي شيء جديد، جميع القوى السياسيه المشاركه في هذا الفساد وفي هذا العنف وفي هذا القمع وفي هذا ما وصل اليه العراق هي كلها موجوده ستكون في هذه الحكومه، فما الجديد؟ اليوم العراق يحتاج الى الدعم العامل الخارجي اضافه للوجوه الجديده واصلاح العمليه السياسيه الديمقراطيه في العراق، لا يمكن انتخابات مزوره مشارك فيها اكثر من ثلاث ارباع المجتمع العراقي لم يشارك فيها، كيف ستنتج حكومه؟ كيف ستنتج حكومه انتخابات مزوره؟ كيف ستنتج حكومه؟ هذا لا يمكن ابدا. من الجديد في الحكومه العراقيه التي ستاتي؟ يعني حتى على مستوى السيد رئيس الوزراء، هو كان نائبا لرئيس الجمهوريه وعمل وزيرا للماليه وعمل يعني ضمن كتله الحاكمه منذ 2003 الى الان. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي حسين سبعاوي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.